عدنا إلى القرن التاسع في إطار سياسات حمائية، وكيف أصبحت المحاولات الحثيثة لنقل عديد الجوهرية للمعالجة في إطار تجمعات إقليمية. تنعقد قمتنا في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية بالغة التعقيد والحساسية، تتميز على وجه الخصوص بتصاعد التوترات والأزمات، لا سيما في عالمنا العربي. تبقى قضيتنا المركزية الأولى القضية الجوهرية، قضية فلسطين، في صميم انشغالاتنا وعلى سلم أولويتنا.